اللي جاء بهذا القانون وإيجاد الآلية المناسبة لتكريس على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية تهدف الأساس توفير إجراءات وتدابير وقائية لمجابهة الظاهرة. واللي ركزنا عليه بزاف كما لاحظتوا في هذا الاجتماع هي بأن ضرورة التوعية والتحسيس بخطورة العنف الممارس ضد النساء على الفرد والمجتمع وتربية الناشئة على التشبع قيم التسامح والأخلاق الحميدة اللي ركز عليها السيد الوكيل العام. وفي نفس الوقت هذا ندعوكم من هذا المنبر بأن الدور ديالكم فعال كإعلاميين، فعال في هذا باش تعاونونا باش نرصدوا هذه الظاهرة ونوقفوا، لأنه العمل ديال هذا اللجنة هو وقائي تحسيسي قبل أن يكون زجري، لأن الزجري هو ديال العمل ديال اللجان المحلية، حنا عملنا وقائي تحسيسي. وكما تتعرفوا بأنه راه القانون الجديد راه كان عنده بزاف تدابير وجاب بزاف المفاهيم اللي كانت لحد قريب كانت تخلق واحد النوع من 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 الخلط وسوء الفهم. كما تلاحظوا بأنه وراء جاب أنواع من العنف، كان جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي، جرم تحرش جنسي اللي كان لاحظتوا بأنه كانت تجرم غير في الشغل، دابا تحرش جنسي في الشارع العام، في الشارع العام جميع صواره، جرم امتناع الزوج عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، كانت يعني قبل بأنه كان في مدونة الأسرة مادة 53 تتقول بأنه يرجع، ولكن الجانب الجزري ديال لم تانع تبقى ما كاينش. جرم تجريم إكراه أو إجبار الزوجة المرأة على الزواج، تشديد عقوبة في حالة مصاحبة ذلك بعنف جسدي. جرم أهم هو المساس بجسد المرأة صفة عامة من خلال كل تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي في الجنسي بطبيعته. تشهير بالمرأة وشدد العقوبة، لكن اللي تشهر بالمرأة من خلال الصورة والصوت يكون الزوج ديالها أو أحد أصول أو أقارب. تشديد العقاب، جرمت السرقة وخيانة الأمانة والنصب بين الزوجين، كان كما تقولون بأنه كانوا أزواج معفيين من العقاب المتابعة في ظل القانون، دابا جرم. وبالنسبة كان وجاب تمشي تدابير وآليات للنساء المعنفات، أهمها إبعاد الزوج مؤقت عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه. جاء الضحية والأطفال ديالها أجبر القانون بأنه خصهم يتحلوا لمراكز استقبال النساء وإيوائنا في حالة العنف الزوجي، منع المعتدي من الاقتراب من الزوجة ومن الضحية أو من مقر السكنية أو معملها أو دراستها. وهنا راه باش نقول لكم هذا كاين تجارب مقارنه اسبانيا وفرنسا غاديه في هذا الاتجاه ونجحات فعلا، تنحاول ان شاء الله حنا باش نشوف هذا الاتجاه. العرض على العلاج النفسي كما تعرفوا بان التبعات ديال العنف على المراه راه عنده اثار نفسيه، اذا العلاج النفسي اهم، وهذه من بين المقتضيات ومن بين التوصيات كما لاحظتوا بانه سطرات على الخليه في الاجتماع الاولي. نشوفوا المواكبة والتحسيس أهم، هو الأهم من وراها عادة باش نشوفوا شنو هو اللي كاين. جرد ممتلكات الأسرة موجودة بيت الزوجية في حالة العنف الزوجي، كما تتعرفوا بأن صار رسم الشوار والمرأة تقول لك بأنه دار لي حوايجي ما بقاتش، خاص تمشي وتقول لك هذوك ديالي أنا اللي جيبوهم وداوهم. إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة. نعم. يعني هذه الترسانه كامله وهذه الاليات التي تجسدت على ارض الواقع هذه الظاهره نقدروا نطوقوها. وهنا استاذ بغيت نطرح لك سؤال، هو ان هنا تلاحظوا كاينه قوه على مستوى القانوني، الترسانه القانونيه قويه، ولكن احنا غنذكروا على الفعاليه على مستوى الواقع انتم كلجنه افق هذه الفعاليه. كما لاحظتوا بانه على حسب الكلمه اللي دارها السيد الوكيل العام واللي لقاها بالمناسبه، احنا خصنا نتعاملوا بالواقع، كاينه الترسانه القانونيه خصنا نشوفوا ما هو واقعي، وخاصه كما تلاحظوا الصعوبه اللي كاينه في الاقليم هي مراكز ايواء ما كايناش. هذه كما لاحظتوا بانه راه كاين وعد ديال السيد العامل باش ان شاء الله ننشئوا هذا المركز، وكما لاحظتوا بان ممثله الجهه راه قالت بانها مستعده للدعم اللوجيستيكي والتقني. تنحاولوا بعدا نرصدوا الظاهره
الظاهره بالاحصائيات اللي غنرصدوها والتشخيص، ونعرفوا الاحصائيات نشوفوا ونوضعوا واحد السياسه ديال التشارك مقارب وفق مقاربه تشاركه بين الجميع كل من موقعين جميع القطاعات. وفي نفس الوقت بالنسبه لان حنا دورنا كما قلت لكم ماشي زجري، خاصه بعدا التحسيس والوقائي، نشوفوا فين كاين الاشكال ونسقوا بين الخلايا المحليه ونحاولوا ما امكن بانه المراه المعنفه نصفوها، وبانه حتى كما تيقولوا في القانون الاجرام هذاك الرقم الاسود ديال هذوك الجرائم ديال اللي تيكون النساء اللي ما تيبلغوش الجرائم ديالهم، كما لاحظتوا بان التوصيه ديال السيد الوكيل العام بانه الاطباء ملزمين ان نلزموهم باش يشعرونا باي اعتداء، هذا تيقولوا الرقم الاسود، اي اعتداء جسدي او جنسي تعرضت ليه المراه واللي ما تتبغيش تبلغ عليه بحكم العار والشوهه والسمعه كما تيقولوا بانه تشويه السمعه، بانه خصو يشعرنا وباش تاخذوا اللازم. تيبقى الاشكال فين كاين؟ الاشكال اللي عندنا حنا في هذه المنطقه، حنا كما تلاحظوا فعاليه المجتمع المدني وانتم راكم الحمد لله قايمين بواجبكم، يعني تم الاشعار، وهنا غنسقوا الجهود نوقفوا على الطبيعه ديال الجغرافيه ديال المنطقه والاشكالات اللي كاينه، طبيعه الافعال او طبيعه اشكال العنف ممارس على المراه على الصعيد الاقليم ديالنا ديال اقليم خريبكا، ونحاولوا نلقاو واحد الاليات اللي نصفوا المراه نصفوها ونحسوها بانها راه مرأة من واقعة الاعتداء الى غاية تاخذ حقها، راه تتبقى ديما عندها ما يصح مصاحبة والمواكبة سواء القبلية او البعدية. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.